المنظمه الطرقيه اولويه من اولويات شركه ليديك لضمان سلامه المواطنين وسلامه العمال شركه ليديك. باش نحسنوا بطريقه مستمره من سلوكيات سائقين الشاحنات تنقوموا بواحد مجموعه ديال الاجراءات. اول حاجه وهي تتبع السائقين اثناء السياقه، نتركبوا معاهم وكاين واحد الفيشي تنعمروه لجميع الاخطاء ولجميع الايجابيات والسلبيات التي يقوم بها السائق. ثاني حاجه هو تنتبعوا جميع التجهيزات اللي تكون اللي تركزوا عليها في الشاحنه، من ضمنها لي تروفيزور في لا دروات وفي لا غوش في القدام. خصنا السائق يكون الرؤيه ديالو خصها تبان اثناء السياقه من جميع الجوانب. وتنحسوا كذلك مثال المساعد السائق انه يزيد من الحيطه والحذر ويزيد يرد معاه البال اثناء السياقه واثناء العمل. وحنا دائما في شركه ليديك تنسعوا اننا نجعلوا جميع السائقين سفراء السلامه الطرقيه.